طبعا في هذا الفيديو راح أعرض عليك موضوع خطير جدا، كنا تحدثنا عنه في أكثر من مادة وفي أكثر من مساحة، ولكن لأهميته كان لازم نشوف بالتحديد أو بالضبط مدى خطورة هذا الموضوع. الموضوع بكل بساطة هو ما الذي تعرفه عنك مواقع الويب؟ أي موقع ويب أنت بتستخدمه وبتتصفحه بيكون بيجمع عنك معلومات وأنت لا تدري، ما عندكش خبر في الموضوع، وشو اللي بيعرفوا عنك او شو الاشياء اللي ممكن انه يعرفها عنك. طبعا هذه تجربة بسيطة لموقع الكتروني رح يورجينا شو المعلومات اللي قدر يوصل لها عنا. اول شغلة اللوكيشن، طبعا هو هون ما قدر يحدد موقعي بشكل كتير دقيق وصحيح بسبب انه انا اصلا معطل خاصية اللي هي تعقب المواقع في كمبيوتري في جهازي وفي كل الاشياء اللي انا بستخدمها. ومع ذلك من تحليل البيانات ومن تحليل الداتا قدر انه يوصل لجس او انه قدر يوصل يعني لتخمين للموقع اللي انا موجود فيه، حتى انه بيقدر يعطيني اللي هي الكوردينيشنز اللي هي مقاسات الطول والعرض عشان يبين بالضبط وبالتحديد اين انا اتواجد. طبعا تزيد الدقة كل ما كان اللي هي خيارات تعقب الموقع مفعلة في الهاتف الجوال او في اللي هو جهاز الكمبيوتر. طيب شغلة تانية قدر انه المتصفح يعرفها عني، عرف شو الاوبريتنج سيستم بستخدمه ويندوز 10، شو المتصفح اللي انا مشغل منه، شو اصداره، وشو حتى البلاك انز اللي انا بستخدمها على هذا المتصفح. كل بلاك ان انا بركبه ملحق اضافي للبراوزر مباشرة هذا الويب بيقدر او الويب بيج تقدر تقرأها. ايضا شوف شو بيقدر يعرف عني، سي بي يو، عرف انه انا عندي 4 كور سي بي يو، الجي بي يو عرف انه انا عندي اللي هي الانفيديا جي فورس كارت شاشتي، وعرف اللي هي مقاسات الشاشة اللي موجودة عندي والريزوليوشن اللي انا عمالي بستخدمه. باتري طبعا عرف انه انا ام تشارجينج لانه انا على البي سي مش على الكمبيوتر، لو انا من على الكمبيوتر كان عرف شو نسبة الشحن اللي موجودة عندي للبطارية، باتري ليفل والتشارجينج تايم قديش هي بحاجة على اساس انها تشحن. كونكشن معلومة تانية بقدر يعرفها، كونكشن بس راح اخبي شوية صغيرة من البيانات. طبعا هو هون بيعرف الاي بي اللوكال والجلوبال بشكل دقيق ودقيق جدا، او مش مشكلة عادي. الصفحة اللي كنت موجود فيها ماي لوكال اي بي اللي هو على الشبكة الداخلية اللي انا بستخدمها، ماي بابليك اي دي اللي هو الاي بي العام الخاص فيي، شركة الاتصالات اللي انا بشترك معاها، سرعة التنزيل الحالية الموجودة عندي. شو كمان بيقدر الموقع يعرف عني؟ السوشيال ميديا، طبعا هو بيحكي لي انه ايم لوجد ان من الفيسبوك من التويتر ومن الدروب بوكس، طبعا كلامه صحيح. كليك جاكينج بقدر يخزن كل الكليكس الخاصة اللي انا بضغطها، طبعا لو ضليت اضغط هيك انا باستخدام اللي هو الماوس كل هاي الاشياء عمال بخزنها بقدر يستعرض لي اياها بكل بساطة. طبعا جايروسكوب is false، ليش؟ لانه هذا كمبيوتر ما فيش فيه جايروسكوب. طبعا جايروسكوب اللي هو مقياس التوازن اللي موجود في الهاتف. نتورك سكان، شوف قديش بيقدر يعرف عنا معلومات، حتى النتورك سكان اي كان سكان ماي نتورك، طبعا بحكي لي كل الاجهزة او بيقدر يعرف كل الاجهزة اللي متصلة معاي على الشبكة سواء كانت وايرد او وايرلس. طبعا انا ما عنديش اي جهاز متصل عشان هيك يعني هو ما عنده مشكلة في اللي هو سكانينج اوف ماي نتورك. ايميجز طبعا الصور، تقدر تختار صورة من الصور او من خلال الويب وبيجيب لك كل الميتا تاجز اللي موجودة عليه، اوكي الميتا تاجز او الميتا داتا اللي موجودة على هذه الصور. طبعا حكينا بيكون اللي هي الميتا داتا بتكون شوية في بعض الاحيان ملفات اللي هي حجز المساحة او سرقة معلومات او ما شابه من هذه الامور. هذا بشكل عام ما الذي تستطيع ان تجمعه عنك مواقع الويب، وزي ما حكيت لكم مش شرط انه يكون موقع ويب احترافي. كان هذا درس بسيط، شكرا جزيلا لكم والله يعطيكم العافية.